No, just another story. Insects, yeah. That cricket guys. Okay. الكريكت بالنسبة لهم رمز الإيه؟ لما يكون في حد مبسوط قوي يقولوا له أنت النهاردة شكلك زي الكريكت، شكل الكريكت ده. إحنا طبعا الكريكت ده النبي ده منظر والنبي هو طبعا الكريكت أصلا إحنا بنترجمه إيه في اللغة العربية؟ اللي هو صرصور الليل أو الجودجود، مش عارفة أنتوا عارفين الجودجود دي ولا لأ، بس هو بيعمل بالليل صوت ده ايوه انا عارفه. اللي هو بيبقى في المزارع ده وبيعمل صوت كده شوية. هو بالنسبة لهم بيعمل صوت عشان بيبقى مبسوط يعني وفرحان. فما تلاقي حد صاحبك كده مبسوط وفرحان تقول له ده انت النهارده يعني عامل زي الكريكت. قول له بقى بالعربي يعني ايه الكريكت؟ فيعني طبعا الدنيا مختلفة خالص بالنسبة لنا. ما ينفعش عشان تقول لحد يضربني بقى. انت مبسوط زي الصرصار او سعيد زي الصرصار، اكيد لا طبعا خالص. بس هو بالنسبة لهم رمز للسعادة والمرح الشديد. فانت لو سمعتها من حد ما تستغربش، ده بالنسبة لهم في الكالتشر بتاعتهم مش بالنسبة لنا احنا. اوكي، ده تاني حاجة هو احنا مختلفين فيها او احنا ما ينفعش نترجمها بنفس الطريقة بالظبط. طيب تالت حاجة احنا اختلفنا فيها ايه مع بعض؟ يبقى اول حاجة كانت الاول، وتاني حاجة هتبقى الكريكت. تالت حاجة بقى هتبقى ايه اللي مختلفين فيها؟ السوان. تعالى نشوف مع بعض السوان اللي هي ايه. دي السوان جايز. السوان that's it. ده السوان احنا بنترجمها في العربي، ودي برضو حاجات من الحاجات الكومن شوية، بنترجمها بجعة. هي مش المفروض انها تترجم بجعة، المفروض انها تترجم نوع من الأوز العراقي. أصلا هو بيسموها التم. في حد قال لي قبل كده انها بتتنطق التم، يعني حد كان مش مصري وقال لي انها بتتنطق التم، مش عارفه هي التم او التم، بس هي المفروض ان هي نوع من الاوز العراقي، يعني مش بتترجم بجعه المفروض. امال ايه بقى البجعه؟ البجعه اللي هي دي البليكن، اللي هي دي البجعه. تمام. طيب احنا بقى في ايه الاختلاف؟ يعني هما عندهم او في الانجليش يعني as graceful as a swan. يعني ايه as graceful as a swan؟ في رشاقة البجع. بس احنا المفروض نترجم swan ايه بقى بالنسبة لنا؟ وز او الاوز العراقي يعني. فانت عايز تقول او تقول لحد يعني انت في رشاقة الاوز، او انت رشيقة زي الوزة. هي الوز المفروض بالنسبة لنا احنا رشيق؟ لا، في اللغة العربية يعني لا. طيب احنا هنترجمها بايه؟ لا، ممكن تبدلها بقى احنا بحاجه تانية خالص. يعني ما ينفعش بقى تقول انت في رشاقه الاوز، ممكن نقول في رشاقه. احنا بالنسبه لنا ايه اللي يعتبر حاجه رشيقه او جريسفل؟ يعني الغزال مثلا في رشاقه، لكن مش هترجمها اوز، مش هترجمها الترجمه بتاعتها يعني. اوكي، فاهمين كده الفرق بين الاثنين؟ يبقى السوان دي المفروض اللي هو الاوز العراقي، تمام؟ واحنا لما بنترجمها بنبدلها ساعات بالايه؟ بالغزال، عشان اجيب المعنى اللي هو في الرشاقه، لاني ما اقدرش اقول لحد ان هو في رشاقه الايه؟ الاوز، لان الاوز مش معروف ان هو رشيق في الثقافه الايه؟ العربيه عندنا، او الثقافه المصريه حتى ايه. طيب يبقى دي نمبر 3. يبقى احنا عندنا نمبر 1 كان مين؟ الاول اختلفنا فيها، الكريكت اختلفنا فيه، ونمبر 3 الاسوان اختلفنا فيه. رابع حاجه اختلفنا فيها، هما ساعات عارفين الجوس، احنا اخدناها قبل كده لما اخدنا السنجلر والبلورال. الجوس مين؟ الجوس بيرد، ده الجوس اللي هو الوز العادي. هو احنا المفروض الجوس ده يعني كنا مشهورين بايه؟ يعني او في عندنا في مصر كنا مشهورين بايه؟ مشهور عندنا في الريف ان هو رمز للكرم، عشان لما حد بيجي لك يعني بتذبح له بط او وز، فاهم؟ يعني كانها ضيافه، يعني ضيافه لحد يعني. ده عندنا احنا هذا الطائر المعروف في الريف المصري بالكرم، لانه عاده ما بيكون في ضيف او يعني من حسن الضيافه يعني. لا، في الثقافه الانجليزيه مش رمز كده خالص، ده رمز زي الدونكي برضه، عندهم زي الدونكي كده، زي الود كوك عندهم، رمز الستيوبيديتي والفولشنس، ان حد يبقى فوش يعني.
فيقولوا ايه السيلي از جوس، ده حد سخيف قوي زي الجوس، حد ستوبيد قوي زي الجوس. هو بالنسبه لهم عشان هو بيعمل صوت عالي وبيبقى مزعج في بعض الاحيان وساعات بيمشي كده وبيطاردهم يعني، فبالنسبه لهم هو ايه ستوبيد يعني، او ايه او حاجه سخيفه. فدي رابع حاجه احنا اختلفنا فيها. دي تقريبا كانت اخر حاجه احنا اختلفنا فيها. بس في حاجه صغيره برضو قبل ما اخلص الجزء ده خلاص، عايزاكم تقروا الجمله دي وترجموها. يو اس فيوتشر بتوين دونكي اند الفنت. ترجموها زي ده على فكره، ده كان منشط في نيوز بيبر في اليو اس، يعني منشط في جريده امريكيه. تترجموه ايه بقى؟ هو هنقول مستقبل امريكا ما بين الدونكي، سوري الحمار اند والفيل. تخيلوا بقى انت يعني. تقول لحد مثلا بتقرا له كده منشاه بتقول ده بيقولوا مستقبل الولايات المتحده بالحمار والفيل، هيفهم ايه هو؟ يعني هل انت لو قلت لي مثلا الجمله دي انا ولا حاجه خالص؟ ليه بقى؟ ولا حاجه. وانت بتترجم لازم تفهم اللي قصادك انت تقصد ايه. طب هو ايه المقصود اصلا بالدونكي والالفنت هنا؟ معناها مقصود بيها الانيمالز يعني، ان فعلا المستقبل ما بين والدونكي؟ لا، هو مش مقصود كده. لازم انت بقى اللي تبقى فاهم اللي بترجم ايه المقصود بيها. ايه بقى المقصود بيها؟ تعالوا نشوف مع بعض. انتوا عارفين اصلا ما بيكون في الكشن، يعني في انتخاب امريكا، بيبقى في حزبين. عارفين احنا ان هم عندهم حزبين بس، الحزب الديمقراطي اوكي اللي هو الديمقراطيك، والحزب اللي هو ريبابليكان اللي هو الجمهوري. يعني هم عندهم الحزبين دول دايما بيبقى الانتخاب. فكان في مرشحين، اوباما ده اللي هو رمز الايه، رمز ليه الحزب الديمقراطي اللي هو الديمقراطيك. اوباما كان اللي هو كان رمز مين؟ ريبابليكان، الحزب الجمهوري. فانتوا عارفين لما احنا بيكون عندنا كده انتخابات، مش كل مرشح، كل واحد بيختار كده رمز ليه. عارفين يعني رمز مثلا ايه؟ رمز الجرس، رمز اي حاجه، رمز الدم. مش بيبقى فيه رموز كده اختارها عندنا يكون عندنا كل واحد بيختار رمز كده ليه. هما نفس الفكره، هو كان مختار رمز الدونكي، واحد مختار رمز الدونكي اللي هو اوباما، وجون ماكن اللي هو الجمهوري مختار الالفنت. فالمانشات ايه؟ يو اس ده الدنيا يعني. مش فاهمه لسه. لا الدنيا رموز زي دي، ما الدنيا رموز يعني، مش فاهمه ايه يقصد يعني. ما هو بين الدونكي الالفنت يعني بين اوباما وبين جون ماكن، يعني بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، او ممثل الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. ايوه انا فهمتها والله. لو انا بقى مش فاهم، لو انا اللي مش فاهم الكلام ده، عمري ما اللي قصادي وانا بترجم له هيفهم مني حاجه. فانا لازم بقى بتوين براكتس كده وانا بترجم هعمل بين قوسين كده الدونكي، وهقول بتوين قوسين كده اللي هو رمز الحزب الديمقراطي اللي هو اوباما، وفيل اللي هو رمز الحزب الجمهوري اللي هو جون ماكن. فبالتالي الشخص اللي هيقرا مني الترجمه يبقى فاهم، ما تبقاش ترجمه حرفيه. فدي اهميه ان احنا مش بنترجم ترجمه حرفيه، احنا بنترجم من معنى لمعنى عشان اقدر افيد الشخص اللي ايه اللي هيقرا بعديه من الترجمه. بالظبط كده. اخر حاجه هقولها خلاص، احنا عندنا لما نكون حد مليان شويه نقول ده عامل زي الالفنت. يعني هم عندهم بدل الالفنت ساعات بيستخدموا كلمه بيجز. فاكرين البيجز يعني ايه؟ اخدناها قبل كده. بيجز as fat as a pig، دي اللي هو الخنزير بدل الالفنت يعني. برضو عشان لو سمعتوها في الموفي او في حاجه تبقوا انتوا فاهمين المعنى. I'm gonna هقف هنا فاكر عليكم النهارده page 30 and then we are gonna complete next time. So do you have questions guys? No thank you. Okay. So thank you so much. Evening and see you next time inshallah. Bye. Ciao. Bye.